بسم الله الرحمن الرحيم. معالي وزير الخارجية السفير سامح شكري، معالي قائم بأعمال السفير الأمريكي دكتور مصطفى وزيري، السيدات والسادة الحضور، صباح الخير عليكم جميعا، وكل عام وحضراتكم بخير. أتمنى أن يكون هذا العام مليئا بالخير والرخاء والتقدم لكل الإنسانية. بداية أتقدم بالشكر لمعالي وزير الخارجية على استضافته لنا اليوم في هذا الحدث الهام. إن الدولة المصرية ومؤسساتها تولي اهتماماً بالغاً بالحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، وتبذل وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية جهوداً حثيثة لاسترداد كنوزنا. اليوم نحن هنا في وزارة الخارجية المصرية مع معالي وزير الخارجية لنؤكد على رسالة هامة، وهي أن الدولة المصرية لن تتهاون ولن تتوانى عن بذل أي جهد من أجل استعادة آثارنا التي تم سرقتها أو التي تم تهريبها. نحن اليوم بصدد استلام قطعة أثرية هامة كانت قد سرقت وتم تهريبها من مصر منذ عدة سنوات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ومع تضافر الجهود المصرية والدولية والسلطات الأمريكية، وبعد تحقيقات استمرت أكثر من عامين، نجحنا في استردادها. لقد عانت مصر في فترات سابقة من عمليات نهب لتراثها الثقافي والأثري، وهو ما دعا الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات جادة وملموسة في حماية الممتلكات الثقافية والعمل على استردادها واسترداد ما تم تهريبه إلى الخارج. ولأن حماية الممتلكات الثقافية هي إحدى أهم أولويات الحكومة المصرية، فقد أفرد الدستور المصري ثلاثة مواد حول حماية الآثار ومنع التعدي عليها واسترداد ما تم تهريبه. ولقد قامت مصر بالانضمام والتوقيع على اتفاقية اليونسكو سنة 1970 لمكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، كما تم عقد عدة اتفاقيات ثنائية في مجال استرداد الآثار ومكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية مع العديد من الدول. ومن أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية التعاون الموقعة ما بين الخارجية الأمريكية والخارجية المصرية سنة 2016 كما ذكر زميلي مع الوزير الخارجية، والتي تم تجديدها لمدة 5 سنوات في نوفمبر 2021. تم على إثرها استرداد العديد من القطع الأثرية الهامة، ومنها التابوت الذهبي للمدعو نجم عنخ عام 2019. أتمنى أن أكون قريت اسمه صح دكتور مصطفى. وما يزيد عن 5000 قطعة أثرية متنوعة عام 2021، وآخرها ما نحن بصدد استرداده اليوم، وهي 17 قطعة أثرية متنوعة ومن بينها تابوت أثري هام. وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لوزارة الخارجية المصرية ومكتب المدعي العام لمدينة نيويورك والسفارة الأمريكية في القاهرة والإدارة العامة للآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار على الجهد المبذول لاسترداد هذه الكنوز الأثرية. لقد استطاعت مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية وعلى رأسها وزارة الخارجية المصرية التي نحن في رحابها اليوم، ووزارة العدل ووزارة الداخلية وكافة الجهات الأمنية والرقابية وشرطة السياحة والآثار في استرداد العديد من الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة. ففي السنوات الأخيرة تم استرداد 29,300 قطعة من عدة دول عربية وأجنبية. فعلى سبيل المثال نجحت مصر في عام 2021 في استرداد 53,000 قطعة أثرية، وفي عام 2022 استردت مصر أكثر من 110 قطعة أثرية من نيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها. اسمحوا لي مرة أخرى أن أتقدم باسمي وباسم وزارة السياحة والآثار بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية ممثلة في سفاراتها بالخارج للجهود التي تقوم بها في هذا المجال، وإلى سلطات الولايات المتحدة الأمريكية والسفارة الأمريكية بالقاهرة وإدارة حماية الحدود والجمارك الأمريكية على الجهد المبذول في منح دخول أية من الممتلكات الثقافية المصرية إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذا لمذكرة التفاهم بين الحكومتين المصرية والأمريكية.
وختاماً أحب أن أؤكد على أن وزارة السياحة والآثار من خلال الإدارة العامة للآثار المستردة مستمرة في حماية آثارنا بكل جد لاسترداد الكنوز المصرية التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية. فآثارنا هي إرثنا وتاريخنا وحضارتنا التي يجب أن نحافظ عليها. أشكركم شكراً جزيلاً، ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين. شكراً جزيلاً.